السلام عليكم شباب وصبايا. طبعا احنا حكينا بالفصل الماضي عن السوشيال سكيلز ترينينج، وحكينا انها من اهم التكنيكس اللي بنستخدمها مع الناس اللي عندهم سكيزوفرينيا، لانهم بيكون في عندهم مشكلة في السوشيال سكيلز. الان انا خصصت هاي المحاضرة عشان نحكي بالتفصيل عن السوشيال سكيلز ترينينج، تمام؟ رح نحكي عنها، اهميتها، كيف بنقوم فيها، فوائدها وهاي الأمور. هلأ إيش السوشيال سكيلز؟ السوشيال سكيلز هي البيهيفيرز والمهارات اللي بتكون موجودة عند الإنسان، سواء كانت هاي السوشيال سكيلز فيربال أو نون فيربال، سواء كانت لفظية أو غير لفظية، تمام؟ وهاي السوشيال سكيلز بتحددها الثقافة، بتحددها المعتقدات، بتحددها الاتيتيودز اللي موجودة عند أي مريض خلال فترة حياته، تمام؟ هلا أمثلة على السوشيال سكيلز اللي موجودة عند الإنسان، مثلا eye to eye contact during conversation من الأمثلة على السوشيال سكيل. smiling الابتسامة لما بنحيي شخصية مثال على السوشيال سكيلز. shaking hands المصافحة لما بتقابل شخص ما شفته من فترة طويلة هي مثال على السوشيال سكيلز. طبعا هذا كان قبل زمن الكورونا، الآن بزمن الكورونا shaking hands بطل يصير من السوشيال سكيلز. using right tone and volume of voice استخدام نبرة الصوت المناسبة وارتفاع الصوت المناسب للموقف. لما أنا بحكي مثلا بكون زعلان في إلي نبرة صوت معينة، لما بكون مبسوط في إلي نبرة صوت معينة، وهكذا. expressing opinion التعبير عن وجهات النظر للآخرين مثلا، تمام. perceiving how others are feeling and showing empathy كيف أظهر المشاعر التعاطف مع الآخرين. كمان الـ appropriate emotional response مثل البكاء في المواقف المحزنة أو الضحك في المواقف المضحكة. طيب هل إيش المقصود بالsocial skills training؟ إذا إحنا شرحنا إيش هي social skills، إيش المقصود بالsocial skills training؟ social skills training هي نوع من أنواع psychotherapy بتحسن مهارات السوشيال سكيلز، لانه هذول الاشخاص عندهم السوشيال سكيلز بتكون غير مناسبه او غير موجوده، فبنحاول ان نعطيهم بيهيفيرال ثيرابي او كوجنيتيف ثيرابي عشان نحسن السوشيال سكيلز اللي موجوده عندهم. فهاي هذا التكنيك بسميه سوشيال سكيلز ترينينج. طبعا السوشيال سكيلز ترينينج ممكن نعملها بجروب فورمات او ممكن نعملها 1-to-1. Who can benefit from social skills training؟ مين الأشخاص اللي ممكن نعمل لهم social skills training؟ أي شخص عنده مشكلة في social skills اللي ذكرناها قبل شوي ممكن يستفيد من social skills training، لكن في الأغلب إحنا بنستخدمها للناس اللي عندهم مشاكل عقلية أو مشاكل نفسية. مثال ذلك مثلاً الناس اللي عندهم سكيزوفرينيا، الناس اللي عندهم توحد، الناس اللي عندهم social phobia أو social anxiety، هذول بيستفيدوا من social skills training. هلا اللي بدي اياكم تفهموه شباب انه السوشيال سكيلز المهارات الاجتماعيه بتتاثر بعده عوامل، تمام؟ وهاي العوامل ايضا بتاثر عليها، فاحنا داخلين بسايكل زي ما انتم شايفين في هذا الدياجرام. فمثلا القلق بياثر على السوشيال سكيلز، اللو سيلف استيم بياثر على السوشيال سكيلز، ضعف القدرات العقلية بيأثر على social skills، social isolation اللي هو الابتعاد عن الناس والوحدة بيأثر على social skills، anti-social behavior العدوانية بتأثر على social skills، تمام؟ وكل هاي العوامل بتتأثر مع بعضها البعض، بتتأثر بالsocial skills. فإحنا ضروري جدا إن نتبع ونفكر إيش سبب هذا social deficit ونشتغل عليه. هل هو سببه anxiety؟ هل هو سببه أنه انعزالية عن الناس؟ هل هو سببه ضعف في القدرات العقلية؟ هل هو سببه ضعف في الشخصية؟ علشان نشتغل على social skills ونشتغل على أسباب social skill deficits. إذن بس هذه السلايد هو شرح للدياجرام اللي كنت بحكي عنه قبل شوي. الآن what's involved in social skills training؟ هلأ إحنا لما بنعمل social skills training بالحقيقة إحنا بنعمل زي ما حكينا psychotherapy، بنعمل behavioral therapy و cognitive therapy، تمام؟ هلأ طبعاً إحنا بحاجة لسيشنز
ممكن هاي السيشنز تكون أسبوعية، ممكن تكون يوم بعد يوم حسب قديش حاجة المريض. لكن الدراسات أثبتت إنه ممكن لو أعطينا الشخص تقريبا 8 ساعات، يعني ممكن نعلم المهارة الواحدة، المهارة الاجتماعية الواحدة، بحدود 8 سيشنز، كل سيشن تقريبا 8 ساعات، يقال إنه هذا بيكون إفكتيف إنه يعلم الشخص 1 social skill. هلا ايش البيزك سوشيال سكيل تريننج امبلمنتيشن ستراكشرز؟ ايش المين ستراكشر للسوشيال سكيلز تريننج؟ اول شيء احنا بنعمل ايدنتيفيكيشن اوف ذا بروبلم، نعمل ايدنتيفيكيشن اوف ذا بروبلم، تمام. لازم نعرف شو سبب السوشيال سكيل ديفيسيت، هل هو سببه بروبلم وذ سوشيالايزيشن، هل هو سببه فير اوف لارج جاذرينج اوف ا جروب، هل هو سببه فير اوف سبيكينج تو بيبل ات ورك، تمام. لازم طبعا احنا هلا كيف ممكن نعرف المشكلة السوشيال سكيل هاي؟ ممكن نعرفها عن طريق مثلا يا اما ديسكشن مع المريض، نتكلم مع المريض ونشوف شو مشكلته، او عن طريق اوبزرفيشن. والاوبزرفيشن بنستخدمها بالاغلب لما بيكون في عندي طفل، بنراقب هذا الطفل ونشوف ايش مشكلة السوشيال سكيل اللي موجودة عنده، وبعدين لازم ان نشوف شو سببها، هل سببها مثلا تروما، سببها سكيزوفرينيا او شيء اخر، تمام. الستيب الثانية للسوشيال سكيلز تريننج، لازم نكتب الجولز، لازم نكتب ايش الجول. طبعا الجول اللي نكتبها لازم تكون سبيسيفيك جول، تمام. لازم نكتب اول اشي اوفرول جول، ان نحسن السوشيال سكيل لهذا الشخص، وبعدين نكتب سبيسيفيك جول حسب المشكلة الموجودة عنده. من امثلة السبيسيفيك جول مثلا learning how to greet someone، انه نعلمه كيف انه يحكي هاي او يسلم على شخص، او مثلا ممكن يكون specific goal ask how they are and respond appropriately، كيف لازم هو يستجيب لشخص لما يسلم عليه، كيف لازم يسلم على الاخرين، وكيف هو لازم تكون ردة فعله لما حدا بيسلم عليه. فلازم نكتب broad goals ونكتب specific goals. طيب الستيب الثالثة لازم نعمل modeling، تمام. لازم انا داخل العيادة أو داخل النيرسينج هوم أو داخل السيتينج اللي أنا موجود فيه، لازم يعني أعمل موديلينج لهذا المريض على السوشيال سكيل. بورجي أنا مثلا إذا حدا مر جنبي حكى لي هاي كيف لازم إني أرد عليه، لازم أحكي له مثلا حدا بحكي لي السلام عليكم، بحكي له وعليكم السلام، بطلع عليه بعطيه آي تو آي كونتاكت وببتسم في وجهه وبكمل، تمام. فلازم أعمل موديلينج للبيهيفير، للسوشيال سكيل بيهيفير اللي بدي أعلمه للمريض. الخطوة الرابعة بتكون عن طريق role playing. عن طريق ايش role playing؟ انه بخلي المريض يقلد المهارة اللي انا علمته اياها بالmodeling، تمام. فانا مثلا ورجيته كيف لازم يرد السلام، المفروض المريض يعمل role playing، يحكي لي يقلد امامي كيف لازم يرد السلام لشخص مثلا عمل له greeting، تمام. هاي بسميها role playing. الخطوة الخامسة بعطي للمريض فيدباك، لازم أعطي للمريض فيدباك، بحكي له مثلا مظبوط أنت رديت السلام بطريقة مظبوطة، كنت متطلع على المريض، ابتسمت بوجهه، بس ما أعطيته good eye to eye contact، ما أعطيته good eye to eye contact. وبالتالي لازم أحكي للمريض إيش الgood thing اللي عملهم وإيش الweak thing اللي عملهم، بركز على strengths والweaknesses اللي موجودة عند المريض، وبعمل براكتس again and again عشان المريض يمتلك هاي المهارة أو السوشيال سكيل. هومورك، طبعا المريض لما بعلمه المهارة بقلد المهارة وبعلمه إياها وبعمل لها بعطيه فيدباك، لازم أعطي للمريض إيش هومورك، إنه لازم يمارس هاي المهارة في الريال لايف سيتويشن، لأنه بالعادة المريض بيطبق المهارة داخل العيادة وبتكون أمور ممتازة، خاصة لما نتعامل مع مرضى توحد مثلا أو مرضى سكيزوفرينيا، بتكون أمورهم في العيادة ممتازة، لما يروحوا على البيت ما بيعرفوا يقلدوا هاي المهارة. فضروري أنه نعطي للمريض هومورك ونحكي لأهله على أساس أنهم يتابعوا معه أنه بلش يمارس هاي السوشيال سكيل داخل البيت، تمام؟ اذا هاي اللي هي بنعطيهم هومورك بمارس السوشيال سكيلز، تمام. طيب هلا خلينا نشوف ايش سوشيال سكيل تريننج ان هاي فانكشنينج اوتيزم اند اسبرجر سيندروم. حكيت انه السوشيال سكيلز تريننج ممكن نستخدمها للاطفال اللي عندهم هاي فانكشنينج اوتيزم، اللي هم بيكون عندهم توحد لكن بيكون توحد ناطق، بيكونوا بيحكوا، تمام. فانا ممكن اعلمهم المهارات التاليه باستخدام التكنيكس اللي حكيناهم قبل شوي. ممكن اعلم الطفل